السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع هذه السلسلة الجديدة من قراءة في كتاب صحيح البخاري، سأحاول في هذه القراءة تدبر الأحاديث بعد أن نقرأها. سنحاول أيضا التركيز على أسماء الشيوخ البخاري مثلا الذين يروي عنهم. سنحاول أن نبين بعض السند الذي يتكرر كثيرا عند الإمام البخاري، وسنحاول أن نركز على بعض الأسماء مثلا. يعني ستكون دراسة حديثية علمية نستفيد منها إن شاء الله تعالى. تعلمون أن الإمام البخاري صنف كتابه على المواضيع، التصنيف في الحديث كان على طريقين، الطريق الأول بحسب المواضيع، فالموضوع الكبير يعطى اسم كتاب، والعناوين الجزئية الدارجة تحت هذا العنوان الكبير تعطى اسم باب. والنوع الثاني في التصنيف كان على حسب الراوي من الصحابة، وسميت تلك الطريق طريقة المسانيد. الكتاب الأول يعني العنوان الكبير الأول الذي بدأ به الإمام البخاري كتابه هو كتاب الوحي، كتاب الوحي أو كتاب بدء الوحي. دعونا نرى الباب الأول، عنوانه بقوله: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ بقول الله عز وجل، الآية من سورة النساء 162: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أول حديث يرويه الإمام البخاري، الحديث المشهور الذي يعني حفظه الجميع من أيام المدرسة، والذي يروي عنه في أول حديث في الكتاب هو الحميدي، هو الحميدي. لن أقرأ باقي السند، ليس هذا مقصودي، لكن سنقرأ بعض الأسماء التي ستتكرر. فالحميدي يروي عن شيوخه إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، والذي يرويه عن عمر علقمة ابن وقاص الليثي. يقول: سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال، أي عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه تعلمون إخواني، انتهى الحديث عند البخاري. الإمام البخاري يجزئ الأحاديث، يعني هذا الحديث ليس مكتملا هنا، جزأه في أبواب أخرى. الحديث الثاني في الباب الثاني، يعني الباب الأول فيه حديث واحد، الباب الثاني أيضا فيه حديث واحد، يقول: حدثنا عبد الله ابن يوسف، هذا يقول عن مالك عن هشام ابن عروة، طبعا عروة من؟ عروة ابن الزبير، عن أبيه أي الزبير عن عائشة وهي خالته، وأسماء هي شقيقة عائشة رضي الله عنهم جميعا أم المؤمنين، أن الحارث ابن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول،
قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. صلى الله عليك يا حبيبنا يا رسول الله. الباب الثالث الذي يقول فيه: حدثنا يحيى ابن بكير يرويه عن عائشة أيضا، نفس السند السابق، عروة ابن الزبير يروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، أي يعني يتعبد، هذا تسموه الإضافة التفسيرية، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، يعني عندما ينتهي الزاد ينزع، أي يخرج إلى أهله إلى منزله، يأخذ الطعام والشراب ثم يعود، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء والتكليف بالنبوة، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة: كلا والله ما يحزنك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب بالعبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، يعني تمنى أن يكون شابا صغيرا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، وتمنى أن يبقى حيا حتى تحدث المفاصلة والمواجهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، ثم فتر الوحي. يقول ابن شهاب وهو الزهري، يقول: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر ابن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. قال: فحمي الوحي وتواتر. الباب الرابع يقول الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، إذن هذا شيخ آخر من شيوخ البخاري، إذن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة،
وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي نجمعه لك في صدرك ثم تقرأه بعد ذلك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع، أي له، وأنصت، ثم إن علينا بيانه، أي أن تقرأه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان قرأ، أي جبريل. الباب الخامس في الكتاب الأول يرويه أو يحدث عن عبدان، إذن هذا أيضا من شيوخ البخاري، عبدان، والراوي من الصحابة هو ابن عباس. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الباب السابع سنتركه للحلقة القادمة، لأنه باب طويل يتكلم في قصة أبو سفيان مع هرقل، وكيف أبو سفيان خاطب هرقل والتقى بهرقل، وماذا قال له هرقل، وكيف استوثق هرقل من أبي سفيان ومن جماعته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل، بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل. افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر، وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء